لجنة متابعة مبادرة السلام العربية تبحث مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتفاق الإطار حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. الكنيست الإسرائيلي يرفض مشروع قانون يمنع التفاوض مع الفلسطينيين حول مدينة القدس وقضية اللاجئين. أصدقاء الشعب السوري يناقشون منح المعارضة السورية ضمانات جزئية بانتقال السلطة في سوريا قبل انعقاد مؤتمر جنيف 2. نشرة إخبارية مفصلة من رؤيا، حياكم الله. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوداه مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في باريس اليوم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وآخر التطورات والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط. وتم خلال اللقاء بحث التحضيرات الجارية لمؤتمر جنيف 2 المزمع عقده في 22 من كانون الثاني الحالي بهدف التوصل إلى حل سياسي لوضع سوريا ووقف نزيف الدماء هناك، حيث أكد جوداه على موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني منذ بداية الأزمة في سوريا، والذي يدعو إلى أهمية وقف نزيف الدماء والعنف والتوصل إلى حل سياسي يضمن أمن وأمان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري. واستعرض جودة مع نظيره الفرنسي العبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة وجود أكثر من 600 ألف لاجئ سوري على أراضيه وتقديم الخدمات لهم، وأكد أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم ومساندة الأردن لتمكينه من الاستمرار بأداء هذا الدور الإنساني المهم الذي يتحمله نيابة عن العالم. تشهد العاصمة الفرنسية باريس في هذه الأثناء اجتماعا تنسيقيا للجنة متابعة مبادرة السلام العربية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ويشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة في الاجتماع، حيث تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بسير مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. واطلع أعضاء اللجنة على اتفاق الإطار المقترح من قبل الجانب الأمريكي لدفع المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يشمل ضم إسرائيل لستة وثمانية بالعشرة في المئة من أراضي الضفة الغربية مقابل نقل 5.5% من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل إلى السيطرة الفلسطينية، بالإضافة إلى إخلاء كافة المستوطنين من منطقة الأغوار الفلسطينية شرقي الضفة الغربية ونشر جنود أمريكيين على طول الحدود مع الأردن وتجميع 80% من المستوطنين في كتل استيطانية إسرائيلية وإخلاء 20% من المستوطنات الضفة الغربية. رفضت اللجنة الوزارية للتشريع وإقرار القوانين في الكنيست الإسرائيلي اليوم رفضت مشروع قانون يمنع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التفاوض على القدس أو اللاجئين مع الفلسطينيين. وكانت عضو الكنيست من حزب الليكود ماري ريجيف قدمت الاقتراح من أجل منع رئيس الوزراء الإسرائيلي من التفاوض على القدس واللاجئين دون موافقة أغلبية أعضاء الكنيست. يذكر أن ريجيف كانت قدمت اقتراح قانون لضم الأغوار الفلسطينية إلى إسرائيل ووافقت عليها اللجنة باستثناء وزراء حزبي كاديميا ويش عتيد. وذكرت صحيفة يديعوت أحرانوت أن أعضاء كنيست من الليكود اعترضوا خلال الجلسة على مشروع القانون، ليس من منطلق تأييد التسوية بل لأنهم يرون أن مشاريع قوانين من هذا النوع تضر بصورة إسرائيل ومكانتها عالميا، وتظهر حكومة نتنياهو على أنها تضع العقبات في مسار التسوية. قالت ريجيف أيضا إن اقتراح القانون يعتمد على اقتراح سابق كان تقدم به الوزير جلعاد إردان في الدورة السابقة لكنه لم يطرح للتصويت، مضيفة أن مشروع القانون يهدف إلى منع تنازلات تمس بهوية إسرائيل اليهودية وتؤدي إلى توسيع الصدع في المجتمع الإسرائيلي.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي أحمد الطيبي. سيد أحمد، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك. بداية، ماذا تعني مناقشة الكنيسة الإسرائيلي لمثل هذه القوانين؟ الحقيقة هو لم يناقش في الكنيسة، وإنما في اللجنة الوزارية للقوانين. نعم. وهذه لجنة تمثل الحكومة الإسرائيلية، هي الخطوة الأولى في الطريق إلى بحث القوانين في الكنيسة. التصويت اليوم جاء رافضا لهذا المقترح لميري ريجب، وعلى عكس التصويت الإيجابي قبل أسبوعين على نفس على قانون لنفس النائبة يقضي بضم وفرض القانون الإسرائيلي على منطقة الغور، هذه المرة نتنياهو يبدو أنه أصدر تعليماته إلى وزراء الليكود بالتصويت ضد لمنع الإحراج أمام المجتمع الدولي وأمام الهيئات الدبلوماسية التي تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الإسرائيلية بأنها عمليا لا تريد أي تقدم أو أي اختراق بالمسار السياسي. ولذلك كان هذا التصويت. بنهاية المطاف ممكن أن يأتي أن سقط باللجنة الوزارية إلى البرلمان للتصويت عليه، ولكن احتمالاته هي ضئيلة للغاية. نعم. طيب سيد أحمد، ما الدور الذي يمكن لأعضاء الكنيسة العرب أن يقوموا به لتعطيل مفاعيل قوانين تضر ولا تخدم القضية الفلسطينية؟ بطبيعة الحال نحن نقف في مقدمة من يعترض على هذه القوانين ونصوت ضدها. نعم. أحيانا أصواتنا تكون هي الأصوات المرجحة. الكتل العربية هي 11 نائبا، وما من شك في أنه لنا دور في محاولة صد هذه القوانين، ولكن للائتلاف الإسرائيلي يوجد أغلبية يمينية، وأحيانا كثيرة ينجحون في تمرير قوانين عنصرية ضدنا على المستوى الشخصي وضد العرب في الداخل وضد الفلسطينيين بشكل عام. ولذلك المجتمع الدولي يجب أن يدرك أن ما يقف من خلف هذه القوانين هو السياسة الحقيقية للبرلمان. نعم. الإسرائيلي والنظام السياسي في إسرائيل. نعم. طيب سيد أحمد، بشكل عام كيف تنظر لجولة كيري في المنطقة لمحاولة إعادة وإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ أنا أقرأ تصريحات كيري المتفائلة، لا أعرف من أين يأتي بهذا التفاؤل. الفرق والبون شاسع في مواقف الطرفين في القضايا الأساسية. نعم. قضايا القدس، اللاجئين، الحدود، الاستيطان ومطلبه والمطلب الإسرائيلي الغريب بتعريف إسرائيل بقبول منظمة التحرير لتعريف إسرائيل كدولة يهودية. منظمة التحرير والرئيس محمود عباس أكدوا رفضهم لهذا المطلب، ولذلك ما زال في هناك بون كبير في المواقف. ولا أعرف من أين يأتي السيد كيري بهذا التفاؤل. أسلوب التفاوض بهذا الشكل أسلوب غير ناجع، ولا أعتقد أنه سيكتب له النجاح. نعم. طيب سيد أحمد، ما هو موقفكم أنتم كعرب 48 من قضية تبادل الأراضي بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين؟ في فرق بين تبادل الأراضي وتبادل السكان. ما اقترح مؤخرا بواسطة وزير خارجية إسرائيل ليبرمان هو تبادل سكاني، بمعنى مقايضة السكان الأصليين سكان المثلث. نعم. عرب 48 بالمستوطنين. أخلاقيا وسياسيا وتاريخيا هذا مرفوض. نحن لا نقارن بالمستوطنين، نحن أصحاب الأرض الأصليين. من جهة ثانية نحن نتعامل بشكل جدي مع وطنيتنا من جهة ومواطنتنا من جهة أخرى، ولا يمكن لمهاجر جاء قبل عدة عقود إلى هذه البلاد. نعم. أن يتصرف مع عرب 48 وكأنهم أدوات شطرنج ينقلوا من هنا إلى هناك، عدا عن أن ذلك مخالف للقانون الدولي وحتى للقانون الإسرائيلي نفسه. ولكن هذه التصريحات تدخل في باب التأجيج والتحريض السياسي على العرب داخل إسرائيل.
نعم، شكرا لك النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي أحمد الطيبي، شكرا جزيلا لك. ناقشت مجموعة أصدقاء الشعب السوري اليوم خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية وثيقة باريس التي توصل إليها سفراء المجموعة، والتي تنص على منح المعارضة السورية ضمانات جزئية حول انتقال السلطة في سوريا والجرائم المرتكبة، والإشارة إلى معاقبة مرتكبيها قبل انعقاد مؤتمر جنيف 2 في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة بعد انتهاء الاجتماع إنه تم الاتفاق على أنه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد وعائلته في مستقبل سوريا، وأن عملية تسليم السلطة أصبحت محل إجماع بين جميع الدول. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا، مؤكدا أن مؤتمر جنيف 2 يجب أن يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة. ومن المتوقع أن يبحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش الاجتماع احتمال مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 خشية فشله في حال غيابها عنه، الأمر الذي لا تزال واشنطن تعارضه. وفي سوريا تواصلت الاشتباكات بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام داعش التابع لتنظيم القاعدة ومقاتلي المعارضة السورية الإسلامية في محيط مدينة سراقب أخر معاقلي داعش في إدلب. وبحسب نشطاء فقد سيطرت كتائب إسلامية على أجزاء واسعة من مدينة سراقب في إدلب لتحاصر مقرات لمقاتلي داعش في المدينة التي تضم مئات المقاتلين وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين. إلى ذلك قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أنزلوا اليوم علم الجبهة الإسلامية على معبر تل أبيض الحدودي بعد اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلي الطرفين، فيما أعلنت السلطات التركية عن تجديد إجراءاتها الأمنية في محيط معبر إقشتا قلعة الحدودي مع سوريا نتيجة استمرار الاشتباكات الدائرة بين داعش والمعارضة السورية منذ الأسبوع الفائت على الجانب الآخر من الحدود. فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع نحو 700 قتيل منذ بدء المعارك بين المعارضة السورية المسلحة وتنظيم داعش. وإلى العراق، فقد قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجراح إثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة علاوي وسط العاصمة بغداد. وذكر مصدر أمني عراقي أن السيارة المفخخة كانت متوقفة في مرآب للسيارات داخل المنطقة وانفجرت بواسطة جهاز تحكم عن بعد، مما أسفر عن مقتل وإصابة 15 شخصا كانوا متواجدين هناك. وأضاف المرصد أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى الطب الشرعي ليتم تسليمها إلى ذويها، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن زيارة أمينها العام بان كي مون غدا إلى العاصمة العراقية بغداد من أجل بحث أزمة الأنبار مع المسؤولين في الحكومة العراقية للوقوف عند التفاصيل المتعلقة بالأزمة. وبالعودة إلى الشأن المحلي، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد توقان إن الكلفة التقديرية لمشروع المفاعل النووي الأردني تصل إلى 7 مليارات دينار. وأكد توقان لبرنامج نبض البلد أن كلفة المشروع الذي سيشمل بناء محطتين نوويتين لتوليد 1000 ميجاوات كهرباء بكلفة تبلغ 10 مليارات دولار، أي ما يقدر ب7 مليارات دينار، وأن نصف هذه الكلفة سيتحملها المستثمر الخارجي، فيما سيتحمل الطرف الأردني قرابة 3.5 مليار دينار، مشيرا إلى أن المبلغ الذي سيدفعه المستثمر الخارجي سيكون مسيطرا عليه من قبل الحكومة. وأوضح توقان أن البدء بالمشروع لن يكون قبل إجراء كافة الدراسات المستفيضة حول وحول الأثر البيئي الناتج عنه، لافتا إلى أن بناء المشروع يحتاج ل7 سنوات، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات والتي ستستمر نحو عامين. ستصبح دولة ناقصة. الكلفة الإجمالية. الكلفة الإجمالية. إحنا بنحكي بمحطتين هنا، مش محطة واحدة. كل واحدة منها 1000 ميجاوات. يعني لو بنحكي بحجم الكهرباء المولدة اليوم، هي تقريبا ثلثين ما يولده اليوم الأردن من الكهرباء.
الكلفة الإجمالية للمحطتين تقريبا 10 مليار دولار أو 7 مليار دينار. نحن اشترطنا أنه نفس الشركة المزودة أو الدولة المصدرة تأتي بنصف الاستثمار أو 49.9% من الاستثمار، هذا الشرط. ونحن الآن نفاوض شركة روس أتوم، وفي عنا اجتماعات عقدت خلال الشهر الماضي وفي اجتماعات ستعقد خلال هذا الشهر لنصل معهم إلى اتفاقية لتطوير المشروع. الآن معنا سنتين، وكما تفضل دولة الرئيس نحن لا نتحدث عن توقيع عقد، لسه أمامنا سنتين من العمل في إجراء دراسات مستفيضة لخصائص الموقع التفصيلية، لدراسة الأثر البيئي، لدراسات التبريد. حصلت أخبار رؤية على فيديو حصري يظهر قيام أفراد من مديرية الأمن الوقائي بضبط مشغل لتصنيع الذخائر بالإضافة لتجارة أسلحة في مشغل بمدينة إربد. وبيّنت المديرية أنه تم ضبط 11 بندقية مختلفة ومسدس و671 طلقة خرطوش حي و2570 عتادا فارغا و719 كيلوغراما من العبوات البلاستيكية المعبأة بمادة الرصاص غير المصنع، بالإضافة إلى ضبط ألبسة عسكرية ومنظار ليلي وعتاد متنوع لأسلحة أوتوماتيكية وبنادق صيد. وأكدت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أنه لم يثبت وجود أي أهداف سياسية أو ارتباطات إرهابية خلف القائمين على هذه القضية أو غيرها من قضايا الاتجار بالأسلحة التي ضبطت العام الماضي. هذا وكان مدير إدارات الأمن الوقائي والبحث الجنائي والسير المركزية ومكافحة المخدرات عقدوا مؤتمرا صحفيا أمس للحديث عن منجزات الأمن العام خلال العام الماضي، حيث بيّنوا خلاله أن نسبة اكتشاف الجرائم خلال العام 2013 وصلت إلى 77%. نفذت بلدية إربد الكبرى وبالتعاون مع مدير الأمن العام اليوم حملة واسعة لإزالة البسطات المخالفة في المجمعات والأسواق التجارية لإنهاء ظاهرة الاعتداء على الأرصفة والشوارع بدعم من شرطة المحافظة وقوات درك الشمال. ودعا محافظ إربد خالد أبو زيد أصحاب البسطات إلى الإزالة الطوعية لبسطاتهم حتى لا تضطر البلدية إلى إزالتها على طريقتها وبالتالي تعرضها للضرر أو الإتلاف والمصادرة. من جانبه قال رئيس بلدية إربد المهندس حسين بني هاني إن مظاهر الاعتداء على الشوارع والأرصفة في إربد وصلت ذروتها وهو ما تطلب معالجة جذرية بالتعاون بين جميع الجهات. وكانت شكاوى عديدة من مواطنين أكدت تنامي ظاهرة البسطات والباع المتجولين التي يدار بعضها من قبل أصحاب صوابق وخارجين عن القانون وممارستهم لأعمال وتحرشات منافية للأداب استفزت المواطنين. سمعت الرؤية. هذا الوضع طبعا هو وضع متراكم يعني من سنين طويلة، خلينا نقول المشكلة انه ما في لها حلول جذرية. انا بأمل يعني طبعا انا قاعد بشتغل، احنا ولينا هاي الامانة من فترة قريبة جدا، بشتغل قاعد على ايجاد اماكن بديلة لاصحاب البسطات والعربيات اللي نحاول قدر الامكان نجد البديل لهؤلاء الناس اللي يعني بترزقوا من وراء هذه البسطات وكذا. لكن هذا لا يعني انه احنا نسمح بالتجاوز اللي قاعد بيصير في مدينة إربد. يعني هو التجاوز قاعد بيتمادى، خلينا نقول، ويوم عن يوم بيزيد وللأسف. يعني هلا شوارعنا معظمها محتلة من البسطات والعربيات، الأرصفة احتلت برضه، كمان المجمعات، والمجمعات صار وضع عندها سيء يعني جدا. خلينا نقول الحملة كويسة، لكن احنا ما بنذم تبعين البسطات او تبعين المحلات، احنا بنذمها الزهران. الحملة ماشي حالة، احنا ما بنعترضش عليها، احنا ما بنعترض عليها، بس احنا بنعترض على شغلة الزهران. انا يعني لما يكون واحد ازعر بيجي باب محلي وبعلق على بنت، انا شو بدي اعمل؟ أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنبات أن الوزارة استطاعت نقل امتحان الثانوية العامة خلال الدورة الحالية من الفوضى العارمة إلى الانضباطية العالية وبنسبة وصلت إلى 90% في كافة مناطق المملكة. وأكد الدكتور ذنبات خلال تفقده اليوم قاعة امتحان الثانوية العامة في قضاء العارضة ولواء دير علة في محافظة البلقاء أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أشد العقوبات في مواجهة الخروقات التي تحدث في الامتحان، حيث قامت بنقل عدد من قاعات الامتحان في مناطق مختلفة في المملكة، بالإضافة إلى إيقاع عقوبة الحرمان بحق المخالفين لتعليمات الامتحان، حيث وصلت مجموع المخالفات على مستوى المملكة حتى الآن 3600 مخالفة.
وفي ذات السياق تباينت آراء الطلبة اليوم حول مستوى الأسئلة لدى المباحث التي تقدموا بها، وهي الأحياء لطلبة الفرع العلمي وأساسيات الإدارة لطلبة فرع المعلوماتية. وأشار الطلبة لرؤية إلى أن التجديدات الأمنية المبالغ بها داخل قاعات الامتحان وخارجها مما خلق حالة من التوتر والإرباك في سير عملية الامتحان. والله الامتحان صعب كثير كثير، والمراقبة زي ما تقول فايتين على إشي وبراقبه 3 مرات وأربع مرات، وممنوع تفوت إلا بهويتك ورقم جلوسك، والتفتيش إشي يعني مش هيك. بالنسبة للمراقبة، والله المراقبة كثير شديدة يعني، والمراقبين كثير بيشددوا على أشياء مش مهمة يعني. والأسئلة والله يعني هذا الامتحان أسئلة صعبة وطويلة كتير والله، يعني تقريبا الساعة ونص ما لحقناش والله. يعني أول شيء الامتحان كان يعني مش كثير صعب يعني، الحمد لله اللي دارس يعني بجيب علامة. وثاني شيء المراقبة كانت يعني مش كثير يعني، تعاملهم مع الطلاب مش كثير فالحمد لله، شو بدي احكي غير شيء. وامتحان الفيزياء الله يعينهم. عقدت منصة تقدم لقاء حواريا ناقشت خلاله السبل الكفيلة بالحد من الأزمات المرورية في العاصمة عمان، وشارك في اللقاء المهندس أيمن الإصماضي مدير النقل والمرور في أمانة عمان الكبرى، الذي استعرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل في العاصمة، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أعداد المركبات، حيث تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2020 ستسير أكثر من 2 مليوني سيارة في شوارع العاصمة. من جانبه أكد السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغة على ضرورة رفع مستوى وسائط النقل العام في العاصمة وفي بقية المحافظات، ودعا خلال مشاركته في الجلسة الحوارية إلى توفير مواقف كافية للسيارات للحد من اصطفافها في الشوارع، وإلى وضع تشريعات وقوانين وعقوبات رادعة للمخالفين. تقدم هي سميناها منصة تقدم، يعني هي مجموعة من المواطنين المخلصين لهذا البلد اللي عم يشوفوا المشاكل الموجودة فيها، والعمل على التوعية والمساعدة على حل بعض المشاكل ما أمكن. إحدى مشاريعنا حاليا عم نتكلم عن موضوع النقل ومشاكل النقل في عمان وفي المملكة بصورة عامة، وهذا التجمع الموجود إن كان من تقدم أو من مجموعة من الإخوان المهتمين في هذا الموضوع من أجل تقديم المقترحات وإفهام المواطن والدولة أنه في مشكلة في النقل العام مشارك فيها الطرفين، كان من أزمات السير بتصير التوقيف وتوقف السيارات على جوانب الطرق بطريقة غير منتظمة، عدم وجود يعني جهات رقابية تمنع هذه المخالفات، طبعا بعض حالات هذه المخالفات مبنية بسبب عدم وجود مواقف للأبنية للبنايات، وبالتالي بيضطروا الناس يوقفوا ويخالفوا. بالنسبة لنا موضوع النقل العام له جانبين، له المواطن كمطالب وكمستخدم لهي الخدمة، وفي عنا دور القطاعات العامة اللي بتشتغل على هاي الخدمة. نحن لازم نخلق شراكة ما بين المواطنين والحكومة بحيث انه يصير في تطوير لهاي الخدمات، استعادة الثقة فيها، واحنا نصير نستخدمها ونثق فيها. وفي الضفة الغربية زار إعلاميو اتحاد الإذاعات العربية مدينتي الخليل وبيت لحم للاطلاع على واقع المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة بحق الفلسطينيين. وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج زيارة الوفود العربية المشاركة في الاجتماع 17 للجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بعد أن أمست القضية الفلسطينية في فترة المخاض العربي ضمن الأدراج المغلقة، بعثر الوفد الإعلامي العربي بزيارته لفلسطين المعادلة من جديد بجولة سلطت الضوء على معاناة الفلسطينيين. فعلياً كانت عبارة عن سلسلة جولات استهدفت في آخرها مدينتي الخليل وبيت لحم. فقد استهل الوفد الإعلامي زيارته لمحافظ الخليل كامل حميد الذي قدم لهم شرحا تفصيليا عن الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدينة وسكانها، تم تبيانها على أرض الواقع باصطحاب الوفد إلى البلدة القديمة في الخليل، أنهوها بأداء صلاة الظهر في الحرم الإبراهيمي.
اليوم هو تتم ليوم أمس. بالأمس كنت في القدس الشريف واليوم في الحرم الإبراهيم الشريف، استلهمت منهما كم هي القدرة الفلسطينية بحول الله تعالى قادرة على قهر الاحتلال. فمجرد وجود الفلسطينيين على هذا الأرض، على هذه الأرض، هو بحد ذاته تحدي للاحتلال. الزيارة هي تأكيد على صمود أبنائنا وأخواننا وأهلنا في فلسطين ودعمنا للقضية الفلسطينية. احنا بنعرف انه القضية الفلسطينية في فترة الربيع العربي كادت ان تتلاشى. الآن هذه أماني ومسؤولية في على عاتق وفي رقبة كل إنسان إعلامي. الوجهة الثانية في جدول الوفد الإعلامي خصصت لبيت لحم، تم فيها استقبال الوفد من قبل محافظة بيت لحم، والتي ارتأت أن تأخذهم في جولة تعريفية على أبرز المعالم الدينية في كنيسة المهد. أتينا إلى فلسطين وشفنا وعاينا واطلعنا وكلمنا مع شعبنا الفلسطيني وشفنا معاناته وكيف يتحامل الاحتلال مع هذا الشعب العريق، وسوف نحمل هذه الرسالة كأمانة ونرفع صوتنا عاليا في المحافل الإعلامية العربية والدولية لإيضاح الحق وإبلاغ صوت الحق. بعد زيارتنا لفلسطين اكتشفنا حقيقة تقصير الإعلام العربي والإعلام العالمي في حق الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني بحاجة وقفة الإعلام العربي وأمانة الإعلام الدولي لاستعادة كل ذرة تراب من أرضه. تأتي زيارة الوفد الإعلامي العربي لضرب عصفورين بحجر واحد، الأولوية لدعم القضية الفلسطينية كرسالة للمحتل الإسرائيلي، وأخرى دعوة عربية لإبقاء فلسطين في محور الملفات السياسية. هكذا اكتملت صورة الواقع الاحتلالي المرير الذي تعيشه فلسطين لدى الوفد الإعلامي العربي، مسؤولية في أعناقهم لإعلاء صرخة القهر الفلسطينية عبر منبر الحقيقة من شهود مروا من هنا. من مدينة بيت لحم، زينة صندوقة، رؤيا. أصيب نحو 40 فردا من أجهزة الأمن الفلسطينية و20 مواطنا فلسطينيا خلال مواجهات عنيفة اندلعت اليوم بين رجال الأمن ولاجئين أغلقوا المدخل الشمالي للمدينة احتجاجا على أوضاعهم المعيشية، مطالبين السلطة بالتدخل والضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لحل الأزمة المالية مع العاملين فيها. وأشارت مراسلتنا هناك إلى أن المحتجون قاموا بإغلاق مدخل المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج منها. وقال الناشط في لجان خدمات المخيم معتصم أبو نصرة إن هذه الخطوة جاءت دعما لإضراب العاملين العرب بالأونروا، مؤكدا أن اللجان الشعبية ستواصل خطواتها التصعيدية للضغط على الوكالة والحكومة من أجل بدء الحوار مع اتحاد العاملين العرب لحل الأزمة المتفاقمة بين الطرفين وإنهاء الإضراب وعودة الخدمات إلى المخيمات. هذا وكان نحو 6000 موظف فلسطيني في الأونروا بالضفة الغربية بدأوا إضرابا عن العمل منذ ما يزيد عن 30 يوما، مما أدى إلى تكدس النفايات في الشوارع والأزقة في المخيمات وإغلاق العيادات الصحية والمدارس. شكرا لفؤاد، والآن ننتقل بكم إلى جولة منوعة على آخر أخبار العالم. أعلن المتحدث باسم الحوثيين وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني علي ناصر البخيتي دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين والسلفيين حيز التنفيذ، وأوضح البخيتي أن الاتفاق تم بين الطرفين بسبب وجود ضغوط رئاسية جدية بهدف التوصل إلى تسوية. وافق رايك مشار نائب رئيس جنوب السودان السابق على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته لجنة الوساطة الأفريقية التي اجتمعت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مع وفد يمثله. وأوضح مشار أن موافقته على وقف إطلاق النار تأتي مشروطة بإطلاق سراح كافة المعتقلين خلال أيام، وإلا سيصبح الاتفاق لاغياً. تشاجر أعضاء في البرلمان التركي بالأيادي وتراشقوا بزجاجات المياه أثناء جلسة خاصة لمناقشة صلاحيات الحكومة في تعيين قضاة وممثلي الإدعاء. وتأتي هذه المشاجرة في وقت يتصاعد فيه الخلاف في البرلمان التركي حول طريقة تعامل الحزب الحاكم مع فضيحة الفساد الأخيرة.
تمكن فريق علمي من الباحثين في معهد جورجيا التكنولوجي بالولايات المتحدة من تجريد مادة الورق من خاصية امتصاص السوائل عبر تطوير نوع جديد من الورق الطارد لكل أنواع السوائل. ويؤكد العلماء أن هذا الابتكار سيساهم في العمليات الطبية الحيوية ومن عمليات التغليف الآمنة أثناء الجراحات. توصل باحثون أمريكيون إلى أن أسباب الولادة المبكرة لدى السيدات قد تكون ناجمة عن نوع معين من البكتيريا التي تؤدي إلى ترقق سمك الأغشية المحيطة بالجنين، مما يؤدي إلى تمزقها والوصول إلى الولادة المبكرة. توصل بحث أمريكي جديد إلى أن الولادة المبكرة التي تعاني منها النساء ناتجة عن فتح عنق الرحم قبل الوقت المحدد لها، ويؤدي إلى انطلاق المياه وبدء آلام الولادة مبكراً، قد تكون ناجمة عن نوع معين من البكتيريا. وأظهر البحث أن هناك نوعاً من البكتيريا قد يتسبب في ترقيق سمك الأغشية المحيطة بالجنين، مما يؤدي إلى تمزقها، حيث أوضح أن تمزق الأغشية هو السبب الرئيس في ثلث حالات الولادة المبكرة، وفي العادة تتمزق هذه الأغشية مع بداية الولادة. ويستخدم مصطلح الولادة المبكرة عندما تنطلق مياه الرحم قبل انتهاء مدة نمو الجنين، وإذا ما حدث ذلك قبل بدء انقباض الرحم قد يؤدي غالباً ولكن ليس دائماً إلى الولادة المبكرة. وكان الباحثون قد اكتشفوا وجود أعداد كبيرة من البكتيريا في مكان تمزق الأغشية، وهي بكتيريا مرتبطة بترقيق سمك الأغشية. وقال الباحثون أنه إذا كانت البكتيريا سبباً في التمزق وليس نتيجة له، فمن الممكن تطوير فحصاً طبياً أو طريقة علاجية تخضع لها السيدات اللائي قد يتعرضن لخطر الولادة المبكرة. ومن الممكن أن يؤدي البحث الأمريكي لابتكار نوع جديد من الفحص الطبي وعلاج للسيدات اللائي قد يلدن مبكراً، وفقاً لفريق بحثي أمريكي بكلية الطب في جامعة ديوك الأمريكية. ننتقل الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أعلن أمس عن وفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون عن عمر يناهز 86 عام، بعد أن دخل في غيبوبة عميقة منذ 8 سنوات بعد إصابته بسكتة دماغية. وفور نشر الخبر على العديد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات التي تذكرت تاريخ شارون المشؤوم والملطخ بدماء الفلسطينيين والعرب في العديد من المجازر، لعل أبرزها صبرا وشتيلة ومجزرة تألد. فلاح الصغير غرد على تويتر معتبرا أن وفاة شارون من أجمل الهدايا التي تلقاها في حياته، إذ قال: من أحلى أخبار عيد ميلادي في كل حياتي هو خبر وفاة القاتل السفاح المجرم الصهيوني شارون. الله يحرقه ويحرق إسرائيل كلها، قولوا آمين. أيضا رسام الكاريكاتير الفلسطيني أمية جحا رسم صورة كاريكاتورية وقد ظهر فيها طفل فلسطيني يجر شارون إلى مزبلة التاريخ، وهي التي نشاهدها الآن على الشاشة. ننتقل إلى الفلسطيني طارق الفرة، والذي علق على الكاريكاتير قائلا: نحن الأحياء وأنتم إلى مزابل التاريخ. أسامة الفقيه أبدى أسفه لوفاة شارون دون أن تتم محاكمته على المجازر التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، حيث قال: من المؤسف أن يذهب شارون إلى قبره دون أن يواجه العدالة على دوره في صبرا وشاتيلا وغيرها من الانتهاكات. المصرية نهاد نشرت في حسابها الخاص على تويتر صورة لمجموعة من الفلسطينيين وهم يتناولون الحلوى احتفالا بوفاة شارون، وعلقت على الصورة التي نشاهدها الآن على الشاشة قائلة: فلسطينيون في غزة يوزعون الحلوى احتفالا بوفاة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أرييل شارون. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. لجنة متابعة مبادرة السلام العربية تبحث مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتفاق الإطار حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. الكنيسة الإسرائيلي يرفض مشروع قانون يمنع التفاوض مع الفلسطينيين حول مدينة القدس وقضية اللاجئين. أصدقاء الشعب السوري يناقشون منح المعارضة السورية ضمانات جزئية بانتقال السلطة في سوريا قبل انعقاد مؤتمر جنيف 2.